السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على وان اوف ذا بيسكس ورك فلو اللي يلزم على كل كومبوزيتور يعرف، اللي هي الكلين بليت في الجرين سكرين. قبل كل شيء الفوتج اللي باش نستخدمه اليوم من موقع هوليوود كاميرا وورك، تلقاو اللينك في الديسكريبشن. فيه برشا بليتس نجم تترين عليهم والكلهم فري. نبداو بالنسبه للفيرست نود اللي باش نستخدموها اللي هي دي نويز. نعملو دي جرين للفوتج اللي يستخدم منه كليبن، نعملو ابجريد للنود. اما مش بتقلقنا خاطر مانيش باش نمسو سيتينغ. باهي، نمشيو للنود اللي باش تعطينا سكرين كوركشن اللي هي كير اسمها اي بي كي كولور. باش تلقاو زوز، اي بي كي كولور و اي بي كي جيزمو. احنا باش نستخدمو الاي بي كي كولور. بالنسبة للعباد اللي اول مرة باش يجربو الاي بي كي كولور، ان شاء الله باش تكون لنا تيتو نحكيو فيها ان ديبث ونفسر فيها شنو هي الاي بي كي كولور وكيفاش تخدم. بي فيرست ستيب نبدلو سكرين تايب. سكرين تايب لازم يكون جرين، جرين عفوا جرين. السايز هذا سايز بلور، سايز بلور باش نحاولو نطيحو. عملو 5. باهي، نمشيو لللايت، لايت نمشيو للسلايدر. الريد عاونا، نشوفو الجرين. الجرين كيف كيف عاونتنا. بالنسبة للبلو، البلو لا. باهي، نمشيو للداركس. شوفو الريد معاونتناش برشا. شوفو الجرين، الجرين لا كيف كيف. نحاولو ما نخليوش البلاك يمس الجرين. البلو كيف كيف معاونتناش. باهي، نمشيو لليروت. ليروت شنو باش تعمل؟ باش تعمل اكسباند للبلاك باتش. السلايدر لازمو البلاك يكفر الكولر اللي للريد. معلش ما يظهرش لهنا، لحظة برك. سي بون، اه يظهر. شوفوا الفرق ما بين زيرو و ترو. باهي، نحاولو من بعيد الباك باتش. بالنسبة للبلاك باتش باش يعطينا هويكا. نمشيو نعملو سوفت كي. السوفت كي باش نستعملو الكي لايت. نجم تستخدم اي كير اخرى، بالنسبة لي انا باش نستخدم الكي لايت. نحطو سورس، سورس يكون للأوريجينال بليت. كنترول اولت شيفت فقط باش نشوفو الكورمات. الكورمات لازم يكون سوليد. باش نستعملو سكرين بالانس. ومن بعد نمشيو لسكرين مات، نستعملو الكليب بوينت مش برشا. باهي، باش نستخدمو نفس الكير اللي حطيناها في الاوريجين بليت باش نحطوها في الكوركشن بليت. نعملو اولت كي، نعملو كلون للكير، نحطوها في سكرين كوركشن. باهي، باش نعملو الكوركشن ماسك. كيفاش يصير الكوركشن ماسك؟ نعملو انفرت من حاجتي باش يكون الكاركتر بلاك والباك جراوند وايت. نعملو انفرت، نستخدمو نوت انفرت الكي في كوبي بيست، حطوها في الكير لهنا. باهي، تويكا نعملو تشانل ميرج ما بينو زوز والأوبريشن باش تكون ديفايد. باهي، بما أنو في الألفا فقط واحنا حشنا بيها في الار جي بي، الار جي بي اي نستعملو شافل ونحطو على
الفا الفور كورنرز. بستيبلين بعد نعملو سوليد بليت نعملو كونستنت ونختارو الجرين متاعنا السوليد متاعنا Alt Control ماذا بينا تكون the closest point للكاركتر. هذه باش تكون سوليد بليت متاعنا. ستيب اللي من بعد نعملو ميرج ما بين الكونستنت والاي بي كي كولر. الاوبريشن باش تكون ماينس كيف كيف نعملو نسحقو ميرج ما بين السكرين كوركشن سكرين والكوركشن ماسك. الاوبريشن باش تكون مولتبلاي والستيب الاخرى باش تكون الميرج ما بين المولتبلاي والاوريجينال بليت. الاوبريشن باش تكون بلاس. اوكي نكون تحصلنا على الجرين سكرين كلين بليت نتاعنا. لازم نشوفوا الفرق بين هذه وهذه. وايب ميرج و